احب اقدم لكم بولات الثلاجه بالالوان التحفه دي. ساعه كل بوله فيهم لتر ونص، هم طقم الثلاثه مع بعض. زي ما احنا شايفين في جزئين شفافين من الجناب، بقدر اشوف ايه الحاجه اللي انا حطاها جوه البوله من غير ما افتحها. وبما انها دائريه بقفلها بالشكل المعتاد لقفل الدائري، ان انا بمشي بايديا داير ما يدور عليها وبتك عليها بالشكل دوت وافضي الهواء منها، تبقى كده اتقفلت صح. زي ما انتم شايفين تلات الوان مغريين جدا. الطقم ده نازل معانا، كمان نازل الصغير منه بنفس الالوان. ساعه كل بوله من الصغيرين دول 300 ملي. لو هتاخدي الطقمين تقدري تاخدي كل طقم لوحده لو انت عايزه، ولو عايزه الطقمين وتكوني تلات اطقم بالشكل ده، بوله كبيره وبوله صغيره، حاجه شيك قوي والوان تجنن.